أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من النساء من تلبس اللباس الفاضح أو الشفاف ثم تخرج إلى الأسواق، لكنها تلبس فوق هذا الحجاب والعباءة، فهل فعلها جائز؟ ما هو جائز، لأن هذا وسيلة إلى أن تسقط عباتها ولا تضعها ثم تظهر ملابسها السيئة، فلا يجوز لها هذا، ما يجوز. لماذا تلبس اللباس الشفاف تلبس عليه العباءة؟ هذا غلط. العباءة يمكن تسقط، يمكن تضعها، يمكن تدخل محل تضع العباءة، فلا يجوز هذا. إذا أرادت الخروج تحتشم باللباس الضافي الساتر. نعم، أحسن الله إليك، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.